بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا النهاردة طبعا في جلسة حلف يمين، بيعتبر احتفال النهاردة بالنسبة لكم لأنكم تنتقلوا من مرحلة لمرحلة جديدة، بس في حفلة تانية مهمة جدا. يعني النهاردة احنا في هنحتفل بمناسبتين. المناسبة الأولى مناسبة عيد الأم، المناسبة الأولى مناسبة عيد الأم، ودي من المناسبات اللي بتعتبر مناسبة، يعني لا يضاهيها مناسبة، هي أحسن مناسبة وأسعد مناسبة، لأن المناسبة دي بتاعت ست الكل، بتاعت الأم، بتاعت الأم، إن إحنا مهما نتكلم في حقها ما نديهاش قدر من حقها خالص، لأن الأم هي أساس الحياة. الأم هي أساس الحياة لنا كلنا. الأم والأب اللي ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بما لا يختص به غيرهم من المخلوقات. عايزين نركز فيه شوية لأنها مهمة، وعايزينها يعني احنا كلنا عارفين، بس برضو اللي مش عارف يذكر اللي عارف، وفي عارف بس مش قوي. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا يعبد غيره، ده فرض بتاع ربنا. يعني معنى كده ان احنا جميع الخلائق لا تعبد الا الله سبحانه وتعالى، عدا بقى اللي ما يعني الكافر واللي حاجه، لكن الاصل، لان هو اللي خلق كل المخلوقات اللي على الارض، اللي في الكون كله. تخيلوا يخلق كل المخلوقات اللي في الكون كله بما فيها ابن ادم اللي فضله على العالمين، وسخر كل المخلوقات لخدمته، ومع ذلك في آمن وفي ما آمنش، وحر، ما حبش فيها حاجة. نرجع للأب والأم. ربنا سبحانه وتعالى قضى بعبادته، حكم بها، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. خلي بالك، ألا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بس لأن هو لا يعبد سواه. ولكن هنا قال إيه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، خلاص فرض وقدر وانفراد بالألوهية، كلام خلصان. قال إيه بقى؟ وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. يبقى إذا هنا عبادة ربنا سبحانه وتعالى ووحدانيته وانفراده بالألوهية مقرون بالأب والأم. ربنا اللي قال، ما حدش قال، ربنا اللي قال. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مقرونة بعبادة ربنا، تعبد ربنا من غير الأب والأم وبالوالدين إحسانا، لا عبادتك ناقصة. ده هم دول أساس الكون، ده هم دول اللي جابونا، ده هم دول اللي عاملين امتداد في الكون. يبقى دول مميزين عند ربنا. العبادة بدونهم زي ما ربنا أمر، لا ما تنفعش، لا
يبقى هنا موضوع كبير جدا وبسيط جدا، وفي الاول وفي الاخر مصلحه لنا احنا، مصلحه لنا احنا الاب والام، ودعاء الاب والام وفريضه الاب والام واداء وعمل الاب والام في الحياه، عشان حضراتنا كلنا كده نيجي ونبقى في المكان ده ونبقى في المنصب ده. وجايين النهارده، تخيلوا الاب والام جايين النهارده ليه؟ عشان خلصوا الرساله بتاعتهم. الرساله بتاعتهم خلصت، علموكوا، الام حملت ارضعت ولدت، وصلت بيها الامر يا الاب لغايه ما جيتوا النهارده قاعدين في مكانه محترمه، نقابه ترعاكم، الدوله بترعاكم، ووصلتوا المكانه. بدون الام والاب ما كانش يبقى كده خالص، صح ولا في حاجه؟ لا صح، صح من بدون كلام يعني. طب هم النهارده جم عشان يوصلوكم، فرحانين بيكم، سعداء بيكم، ما إيه؟ ما انتوش عارفين ايه اللي هم فيه دلوقتي من فرحتهم وسعادتهم. ليه؟ لان ولادهم بقوا ناس معدوده في الدوله، ولادهم بقوا ناس معدوده في الدوله. طيب يبقى احنا هنا بقى اخرنا كده، كتر خيركم، وصلونا هنا، عملوا ازيد ما يجب، عملوا ازيد ما يجب، منتظرين منكم بقى. منتظرين منكم ايه؟ ما بياخدوش، دول بيدوا ما بياخدوش. الام بتعطي ولا تاخذ، كلكم عارفين، بس احنا عارفين اكتر منكم. الام تعطي وتؤدي ولا تاخذ. تخيلوا مخلوق في الدنيا كلها اللي خلقه ربنا اللي بيدي ولا بياخدش، وبيدي ايه؟ بيديك الحياه، بيديك الحياه عشان تعيش فيها، ويتولى شؤونك لحد ما بقيت شخصيه مسؤوله في المجتمع. ده لما نقول عيد الام، عيد الام، هو ده؟ هو احنا بنعمل حاجه لعيد الام؟ واحنا بندي لهم حاجه لعيد الام؟ لا، ده هم لهم كتير قوي قوي، مهما ادينا ومهما عملنا مش هنوفيهم قدرهم خالص. الام بتفضل ام كده، والاب لغايه طول ما هم موجودين على قيد الحياه، واحنا ناس كبار كده، احنا بالنسبه لهم اطفال. لازم الام، حنان الام ده لا يوصف. يبقى بنكمل وبنقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ازاي؟ اما، خلي بالك كلنا جايين المرحله دي، اما يبلغن عندك الكبر احدهما، الاب والام، او كلاهما. شوف اللي جاي بقى، هنتحاسب عليه حساب عسير لو ما عملناهوش. اما يبلغن عندك الكبر احدهما، اي حد فيهم، او كلاهما او الاثنين، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ربنا اللي بيقول، خلي بالك، اوعى، ربنا اللي بيقول مجرد كده يعني لو تتنفس، لا، هتتحاسب. الحساب على قد العطاء، العطاء الذي لا يملكه الا الاب والام، ده الوحيد، ده العطاء، مفيش تاني. دي تاني، ده حاجات عمليه في اليوم مع ده ومع ده، لكن العطاء اللي ربنا هيحاسبنا عليه، اما بالايجاب او بالسلب، اما بالجنه او خلاف ذلك. فحط ده في دماغك، حط ده جواك، وحط ده وتحاسب عليه، واديهم زي ما مش اديهم، هم مش عندهم، مش هديهم حاجه، حسسهم بقى، حسسهم ان احنا بقينا ناس كبار، استاذه بقت محاميه وحضرتك بقيت محامي. ده
اللي احنا عايزين. وده بقى صميم المحاماه، خلي بالك انا بقول ده صميم المحاماه. قبل ما نبدا في المحاماه، صميم المحاماه هو ده، هو اللي احنا بنقوله، هو اللي هيوصلك، هو اللي هيخليك كبير، هو اللي هيخليك ناجح، وهو دعاء اللي هيستجيب عند ربنا. هو ده، هو ده. ده في لما حد بيتوفى، الام بتتوفى مثلا، انتوا عارفين ده على الام بقى شكله ايه، ويعني ده على الام ده كنز لا يفتح الا بعد الاخر. لما الام تتوفى بينزل ملك من السماء للارض، مين ده؟ يا ابن ادم ماتت الذي كنا نكرمك من اجلها. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ربنا اللي بينزل ملك من السماء بيقول للابن او البنت ماتت التي كنا نكرمك من اجلها، فاعمل عمل صالح نكرمك من اجله. ربنا ما بيسيبش حاجه خالص. ليه؟ لان انت على الدنيا ربنا كان كرمك وفاتحها عليك ورزقك عشان خاطره. هي بتدعي لك، تدعي في كل لحظه، في كل وقت، بالليل، بالنهار، انت نايم، هي بتنامشي. هو ده، هو ده اللي الكنز اللي هو عند ربنا. لما هنتكلم هنتكلم كتير، لما هنتكلم هنخلي ده بقى في المعهد بقى. واحد جاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعرابي وقال له يا رسول الله أنا بعبد ربنا، ويعني قول لي حاجة كده أزود إيماني. قال له هقول لك حاجة. قال له طب أنا أعبد من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ مين أحق الناس بصحبتي؟ الأب ولا الأم؟ قال له أمك. قال ثم من؟ مين تاني؟ قال له أمك. تاني برضه. قال له قال ثم من؟ قال له قال أبوك. أبو الأم خدت منزلة أكتر منه. ما يهمنا برضه، خلي بالك. ما هي لما بتاخد منزلة ما هي أمنا، وده بينعكس علينا. فأنا النهاردة أنا عشان أنا بحب الأم أوي، والأم دي هي كل حاجة في الحياة، هي السكن، هي الأمان، هي الضمان، هي كل حاجة. أعتقد إن ده العيد اللي أولى من أي مناسبة تانية، لأن الأم هي أم لكل حاجة. فهنلتقي بقى لإيه؟ لمهنة المحاماة ورسالة المحاماة اللي احنا واعتقد ان انتوا النهارده مؤهلين بقى بعد ما سمعنا الجرعه الحلوه دي بتاعت ربنا دي، والام اللي قاعدين فوق ايدهم مستنيينكم بره. يعني اياك حد يعمل حاجه، انا قلت اهو، انا قلت شوفوا بقى اللي يعمل حاجه هيتحاسب. النهارده بنقول يوم تاريخي بالنسبه لحضراتكم، لانكم بتنتقلوا من حياه ومرحله لمرحلة أخرى. ركز فيها كويس، لأن هي بداية حياتك، ودي مش هتنساها خالص. مش هتنسى تاريخ حلف يمينك وتاريخ انضمامك للجمعية العمومية لمهنة المحاماة، مش هتنساها خالص. طيب مش هنساها خالص ازاي؟ أيوه، لأن أنت هتنتقل من حياة فيها واقع لحياة تانية فيها واقع آخر، وشتان بين الاتنين، مفيش نسبة بين الاتنين.
شتان بين الاثنين ليه؟ لان دي مرحله ودي مرحله. انتوا النهارده جايين حاصلين على لسانس حقوق، لا بنقول لك يا استاذ ولا بنقول لك اتفضل تعال، حتى الموظفين والكلام ده ما انتوا لسه. بعد حلف اليمين ستتغير حياتك تماما في كل مرحله من مراحل حياتك، من النهارده، من جواك ومن داخلك، والزام عليك. يعني في حاجات هتعملها النهارده، حضرتك هتعملها النهارده، وانت حضرتك هتعملها النهارده، مش بمزاجك. لا خلاص، ليه؟ بقيت مسؤول، بقيت مسؤول. هتتحاسب على كل صغيره وكبيره هتصدر منك، اي تصرف يصدر منك لو ما كانش في حدود قانون المحاماه وفي حدود قانون والاخلاق والكلام ده كله، حضرتك هتحاسب عليه. هتحاسب عليه انت مش غيرك، لان في قانون محاماه مختص بانه يحدد تصرفاتك في المجتمع وكل مؤسسات الدوله اللي انت هتتعامل معاها ازاي. ملوش جواب حد تاني، لكن انت هتتحفر على، هتتحاسب على اللفظ، على التصرف، مش هيتحاسب بيه حد تاني غيري. ليه؟ لان انت بتتحاسب طبقا لقانون المحاماه اللي فيه مواد وفيه ضوابط وفيه لوائح بتحدد كل الامور دي. ماشي. طب وبعدين ايه بقى اللي احنا ده الايه؟ ده الجديد، ده الجديد. بنص القانون هنقول لك يا استاذ ونقول لك يا استاذ. بنص القانون. ده خلاص بقى رسمي بعد او عقب جلسة حلف اليمين. هو ده. يبقى احنا خلينا مع بعض عشان نوصل لمرحلة احنا عايزينها. احنا كمحامين وناس عندنا خبرة، يعني هنا أمين عام أستاذ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، أستاذ محمد نجيب عضو مجلس النقابة العامة، والأستاذ عمرو الخشاب عضو مجلس النقابة. طيب جنوب القاهرة. وأنا معديها بمزاج. فهنا هنا لما نوصل للمرحلة دي، خلي بالكم احنا بنتكلم عملي، انا معيش ورق بقرا منه، لازم تاخدوا بالكم من دي كويس قوي. انا ما معيش ورق بقرا منه، انا بقول واقع، معايشة فعلية، خبرة عشناها، عشناها في المحاكم، في المكاتب، في عشناها في كل محاكم الجمهورية، تفاعلنا مع قانون المحاماة وتفاعلنا مع كافة القوانين الأخرى التي تنظم فروع أو تنظم بمعنى أدق الوقائع التي ترتكب وتنظمها قوانين أخرى زي قانون الإجراءات، قانون العقوبات، قانون العمل، قانون الإداري، التحكيم، القانون الدولي، كل القوانين اللي الايام دي انتوا عارفين المجلس بيطلع دلوقتي قوانين موجوده، كل قانون او قرار بيصدر احنا بنتعامل معاه ونطبقه على الواقع الذي ينطبق او ينظم القانون الواقع دي. ده اللي احنا يعني اللي انا بقوله ده ما يتنسيش. اهو احنا بنكلم بعض، واللي عايز واللي مش فاهم حاجه يقولها. فاذا النهارده ده بالنسبه لي. طب نرجع بقى عشان عايز اقول برضو حاجه، المحاماه اعظم رساله في الدوله، محامي اعظم شخصيات في الدوله المحامي. مش بنقول اعظم شخصيات غرور، لا، ده منتهى التواضع. ليه بنقول اعظم شخصيات؟ ليه؟ لانهم تعلموا القانون وهم علماء في القانون، علماء في القانون.
كلنا درسين القانون وماجستير ودكتوراه وكله كل ما يتعلق بالقانون وهو قانون. طب القانون بس؟ لا، وجميع مصادر المعرفة الموجودة في المجتمع. ده مهمة جدا. القانون خلي بالكم نصه في الكتاب، انت مش هتتعب عليه. لا، نصه في الكتاب ومواد القانون في الكتاب، والنيابة لما تيجي تحيل قضية بتبقى المواد التي تنطبق على القدر والوصف اللي في الواقعة في الكتاب. خلاص موضوع خلصان. لكن احنا بقى ليك انت آليات كمحامي، ليك آليات بقى هنتكلم فيها في معهد المحاماه. ماشي. طب احنا ايه طلباتنا بقى؟ او مش طلباتنا، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى علشان احنا نبقى محامين ملتزمين وعلى علاقة وصلة بينك وبين ربنا. هو ده النجاح أستاذ، هو ده النجاح عشان تبقى عارفة أستاذة، هو ده النجاح اللي يظل أنت بيه ناجح في مهنتك وفي حياتك مدى حياتك. إيه هو ده بقى؟ تم القانون قلناه والعلم قلناه عارفينه والقانون عارفينه ويا أستاذة إحنا قلنا إيه دلوقتي؟ مش انت ماشي، فانت بتبقي برضه، بس انا عارف انك يعني تركز يعني هنا. طب ايه بقى اللي هي قبل العلم وايه هي اللي قبل العلم اللي في الكتب وقبل المصادر المعارف وقبل ده كله؟ حاجه تتعلق بشخصك وبشخصك. ايه هي؟ الاخلاق. عشان انا بقول لازم تبقى هناك علاقة وطيدة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأن دي ما هي دي أنت، ما هو خلي بالك بلحقك بحاجة تانية. ليه؟ أصلي أنت كمحامي رزقك غيب عند ربنا، مالكش مرتب آخر الشهر خالص، مفيش رزق أتعابك اللي أنت بتاخدها اللي أنت بتتفق عليها وتحددها والى ان تاتي اليك يعتبر رزق غيبي برضه مش بتاعك، لان انت ممكن ترفض القضيه وترجع الاتعاب. شفت؟ مش بتاعتك. ليه؟ لان لسه المعاد اللي دي الاتعاب دي هتبقى ملكك، ملكيه خاصه وبتاعتك، لان ربنا كتبها لك خلاص بتاعتك. ارجع شويه كلام. ده أنا بقوله خبرة، خبرة. بنرجع قضايا وبنقبل قضايا وبنحدد أتعاب وبنرفض أتعاب. ده المحامي إيه بقى؟ المحترم. لأن إحنا مش تجار، إحنا أصحاب رسالة، وأصحاب رسالة عشان خطورة الرسالة دي القانون قال لك لازم المحامين يحلفوا ويقسموا على أداء رسالة المحاماه. لازم، شرط أساسي في قبول قيدك في نقابة المحامين إنك تحلف يمين القسم اللي هنحلفه النهاردة. لازم، والنقيب هو اللي يحلف، بس النقيب النهاردة في ظروف خاصة بالنقابة، فإحنا جينا برضو إنابة عنه. فده اللي هو إيه بقى؟ الأساس. ده الأساس. طب جه ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى قبل ما ينزل الرساله على سيدنا محمد، ما كانش بقى سيدنا جبريل نزل ولا حاجه خالص، نزل سيدنا جبريل بالرساله بالقران، فقال له اقرا. سيدنا جبريل بيقول لسيدنا محمد اقرا، قال له ما انا بقارئ، ما بعرفش اقرا، انا ما بعرفش اقرا. تاني مرة قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، أنا ما بعرفش. في الثالثة قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
يبقى ايه؟ قبل كده ما كانش سيدنا محمد بيقرا، كل كان اميين كل الناس اللي كانت موجوده. طب قبل القراءه كان ايه؟ اما لو حد يقول لي الكلمه دي، والله العظيم انجعه في دوره معهد المعاماه بامتياز. لو حد قال لي دي قبل الرساله كان ايه؟ قوم اتفضل. ها؟ قبل الرسالة ما تنزل على سيدنا محمد، ونزل سيدنا جبريل وقال له اقرأ، وقال له انا ما بعرفش، قال له لا زي ما انا قلت كده او زي ما حصل بالظبط في الثالثة، قال له اقرأ وربك الأكرم، فقرأ بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. قبل الرسالة ما تنزل على سيدنا محمد ربنا هقربها خالص، وصفه بإيه؟ ها؟ قول قول وصفه بايه؟ طب ما احنا عارفين هو كان امي. طب ما هو نزل سيدنا جبريل نزل عليه وقال له اقرا، سيدنا محمد قال انا بعرفش اقرا، ما انا بقارئ. مرتين قال له ما بعرفش اقرا، ما انا بقارئ. في الثالثه ده وحي بقى من عند ربنا، ربنا اللي انطقه. ايه دي؟ لا انت شكلك كده مش، ما حدش عايز ينجح من اول مره وياخد ويطلع الاول. قول ادخله يا عم اسكت يعني خلاص. قول يا استاذ. مين اللي قال لك دلوقتي؟ مين اللي قال لك؟ استاذ محمد قالها لك. لا قالها لك. لا قالها لك. لانك انت ما قلتش، وكنت انا لما قلت كده كنت انت المفروض قلت لانك عارفها كويس، كنت انت قمت قايلها على طول، لان دي حاجه بتاعت ربنا معاك. ومع ذلك يعني خلي بالك احنا بنفهم قوي برضه، بناخد دور المحكمه كل حاجه برضه، هنعمل حسابك دلوقتي اخر الجلسه. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى قال له وصف سيدنا محمد قبل الرساله، وانك لعلى خلق عظيم. ربنا اللي وصف سيدنا محمد بالخلق، أنه إنك لعلى خلق عظيم قبل إيه؟ قبل ما ينزل الرسالة. يبقى لما الرسالة نزلت على سيدنا محمد كان مؤهلاً لنزول الرسالة عليه، لأنه ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب. أنتوا النهاردة مؤهلين، شوف خربت الكلام، مؤهلين لإيه؟ مؤهلين لإنك تستقبل رسالة المحاماة، مؤهلين إنك تمارس مهنة المحاماة، مؤهلين إنك تبقى محامي، مؤهلين إنك أنت تنطبق عليك كل الشروط اللي وأنت شخصية بيختلف عليك كل فئات الدولة، لأنك أنت منفرد بما لا ينفرد به غيرك أو غيرك. ماشي؟ احنا كده ايه طولنا، بس احنا كان عندنا حفلتين النهارده، فنسمع بقى، هنحلف القسم قياما ونسمع بقى على قد على قد الاستقبال المهنه على قد الصوت. نبدأ القسم. احنا المفروض بنقف إجلالا للقسم، لأن ما فيش بعد القسم حاجة تاني. يبقى فيه أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون،
ألف مبروك. أحسنت والله. اقعدوا بقى شوية كده عشان نديكم أرقام التليفونات وتشوفوا هتستلموا كارنات إزاي. اقعد يا أستاذ مجدي. أستاذ مجدي. واحد عشان برضه هيستلموا عادي من غير اي حاجه. اقعد يا استاذ، ده في حاجه مهمه. اقعد، في حاجه مهمه جدا. اللي هيمشي هيخرج مش هتطبق عليه خالص. ولو جه دخل تاني وقال كده هقول له لا، هتدفع هتدفع. اقعد اقعد يا استاذ، اقعدوا. احنا هنسلكوا العلم بالمعلقه اللي ما تقعد يا استاذ. اتفضل. احنا طبعا المفروض هندفع 21، لان احنا هناخد كارنيه 21، واللي دفعناه قبل كده كان هو 20. ماشي الكلام؟ يبقى احنا دفعنا اشتراك النقابه لسنه 2020. خلص. احنا بكده النهارده في اشتراك جديد 21. فعشان ناخد الكارنيه لازم ندفع ايه؟ ما ترد. واحد اشتراك 21. ف خلي بالكم مني قوي، عشان تعرفوا ان كل صغيره وكبيره لها حساب، وفاهمين احنا بنعمل ايه لكم. احنا معانا نقيب اصدر قرار، واحنا في الجلسات اللي اشتراك اللي احنا زي ما انا قلت دلوقتي، قلت ان بعد القسم هتبدا نقول لك يا استاذ، وهتبقى محامي ومحاميه. فاحنا طالما قلنا احنا قبل القسم انت جاي من بره حصل لسان حقوق، بعد القسم فانت محامي وتمارس مهنه المحاماه. فاحنا من تاريخ ممارسه مهنه المحاميه ومن تاريخ القسم اصبحت محامي. فانت هنا ما تدفعش الاشتراك الا بعد ما تبقى محامي، وانت بعد محامي النهارده اللي دفعته احنا بنحسبه من اشتراك 21، وهتروحوا النادي الاهلي تستلموا الكارنيه 20 بدون دفع اي اشتراكات.